صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة يوم جميل، يوم صباح جميل جدا. الاثنين 24 أكتوبر، 14 بابا من قناة الملك والأمير. اليوم 14 من الشهر بابا، أحسن الله استقباله علينا وعليكم، ونحن بهدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم ربي آبائي وإخوتي. أمين. نياحة القديس، بص مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلبس أحد السبعة الشمامشة، كان من أهل قيصرية فلسطين، ولما عبر الرب يسوع له المجد بتلك الجهة وعلم بها، سمع هذا القديس التعليم واتبعه في الحال. ولما اختار الرب 70 تلميذا وأرسلهم ليكرزوا ويشفوا المرضى، كان هذا التلميذ أحدهم. واختار الرسل 12 واحدا من السبعة الشمامسة الذين أقامهم للخدمة، وقد بشر هذا الرسول في المدن السامرة وعمد أهلها، والتي صار عمد أيضا سيمون الساحر الذي هلك لما قصد أن يقتني موهبة الروح القدس بالمال. ثم أن ملاك الرب كلم في لوكس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خسي وزير الكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في نبوة أشعياء النبي. فقال الروح لفيلبس: تقدم مرافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ في سفر أشعياء النبي. فقال له: لعلك تفهم ما أنت تقرأ. فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب فيلبس أن يسعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه، فكان هذا مثل شاه سيقت إلى الذبح ومثل خروف صامت، أما الذي يجز هكذا لم يفتح باه في تواضعه، انتزع قضاءه وجبل من يقبل به لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي بلبس وقال: أطلب إليك من عن من يقول هذا النبي، عن نفسي أم عن واحد آخر؟ ففتح بلبس فيه وابتدأ من هذا الكتاب بشعه بيسوع المسيح. وبما هما سائرين في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال بيلبس: إن كنت تؤمن كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء. بيلبس والخصي فعمده، ولما صعد من الماء خطف روح الرب بيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما بيلبس فوجد فيه أشجود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية أعمال الرسل 8:26-40، وطاف بلاد آسيا وكرز فيها بالبشارة المحيية. وكان له أربعة بنات يبشرون معه، ورد كثيرين من اليهود والسامرة وغيرهم إلى حظيرة الإيمان. وتنيح بسلام، صلاة تكون معنا آمين وربنا دائم آمين. أشكركم أحبائي، وانتظر تعليقاتكم ولايكاتكم وشاركاتكم.